بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انظروا هذا الرطب، أول شيء نيجي على المية ونحطها هيك في المية، ننظفها من الأتربة والغبار بقايا الدباب وغيره، أكيد إلا ما يكون أجى عليها وهي على الشجرة. ثم نضعها الآن في وعاء كمان مرة، والنوى النوى نضعه هان، انظروا نجمعه ونغسله ونعقمه، ثم بعد ذلك نجففه، وسنريكم خطوات عمل البن من نوى البلح. انظروا كمان مرة، نأتي نغسلها، نضعها نغسلها، نطلع النوى ونحط النوى على النوى، حبة اللي فيها تحس إنها فيها محمضة أو خربانة نضعها على جنب للطيور والدواب تأكلها. ثم ثالث نرصها هكذا شيئا فشيئا حتى تمتلئ، ثم نضعها في الشمس مع تغطيتها، وسنوافيكم بالخطوات وتكمل ذلك فتابعونا.